من فوائد هذه الجملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أن أبا طالب مات على الكفر، لقوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وعندنا يقين جازم بأن عبد المطلب كما سبق مات على الكفر، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويزيد هذا بيانا وإيضاحا ذلك الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله من أن علي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الضال قد مات، فقال عليه الصلاة والسلام قم فواره. فكون ابنه علي يصفه بأنه ضال ويقره النبي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أنه مات على الكفر، وفي هذا صفعة للروافض الذين يزعمون أن أبا طالب قد مات على الإسلام وكذبوا، إذ لو مات على الإسلام لما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة فيه، وهذا دليل ثالث على أنه مات على الكفر. ولذا العباس كما في الصحيحين قال أما نفعت عمك أبا طالب، فقال عليه الصلاة والسلام وفي ضحضاح من نار ولولا أنا فكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه أدلة تبين أن أبا طالب قد مات على الكفر. وأما موجب قول الروافض أنه مات على الإسلام فلأنهم يعظمون أهل البيت، ولذا عندهم الإمامة منزلة عالية، قد يصلون بالأئمة عندهم إلى درجة الرسل عليهم الصلاة والسلام إن لم يكن إلى درجة الله عز وجل، وهذا مشاهد، فإنهم إذا أرادوا أن يدعوا توجهوا إلى قبور أهل البيت فيتوجهون بالدعاء ويستغيثون بهم. فأبو طالب من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه مات على الإسلام، وذلك لأنهم يعظمون أئمتهم، ولا سيما أن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذه النصرة أوقعتهم في شبهة، ولا أدري ماذا يقولون في أبي لهب الله أعلم، لكن حجتهم داحضة، فإن هذا النص قد أتى بالفاصل في بيان حاله. لماذا قالوا في أبي طالب؟ لأن هناك قرائن أوقعتهم في هذه الشبهة، وذلك لأن قلوبهم مفتوحة للشبه، فلو كانت قلوبا سليمة لا يقنوا بأنه مات على الكفر، ولما صرفوا عبادات لغير الله عز وجل إلى هؤلاء الأولياء الذين لا يملكون حتى لأنفسهم، لا يملكون لها لا نفعا ولا ضرا،